الثلث والأربعاء والخميس والجمعة تصويت. المشكلة فقرات الحين في زحمة فقرات. عندي إلا 3 أيام، اكتب بسوي اللي عندي وأشوف. اكتب ورقة وأعطي أحمد سعود عشان يعتمد لك الفقرة، لأن في زحمة فقرة فقرات وش يعني؟ أنت بتسوي فقرة، بتسوي شيء ما في رسمية، أنا بسوي فقرة زي اللي أنا قاعد أسويها، بسوي أيوه عادي وأنا جالس أسوي نفس القصة، بس برضه أتوقع برضه لازم تسوي هذا عشان تاخذ دور بالهواء. ما يصلح كذا. شوف أحمد إذا سعود، فقرات رسمية لا لا مو فقرات رسمية، لا مو فقرات رسمية. أنا مثلا أبغى شو اسمه فقرة الطبخ، مو شرط رسمية، مو شرط كلكم تحضروا. مثلا يوم الأربعاء إن شاء الله في عشاء منصف بإذن الله، بس خلي متى؟ خلوا موافقون على يوم الأربعاء. بس احنا الحين نبي أنت لازم تخلص من اليوم الأردني. لا الأردني لا لا أصبر، لازم تسوي أصبر علي إن شاء الله بسويها، لأن لهم حق عليك كبير. أكيد لازم تخلص. أنا قاسم بالله أكبرهم عندي في البرنامج اليوم الأردني. هو لازم تخلصه يعني، هو الشعب الأردني يستاهل والله. إي والله يستاهل، لازم تبديه على كل شيء. خلصه بسرعة. والله الهم الأكبر في البرنامج اليوم الأردني. علشان ترتاح. أنا أجي بسوي أجي بسوي حاجات ثانية، بس الحمل موجود. خصوصا إني أول أردني يشارك، فتلقى الكل اللي يترقب إيش بيسوي إسماعيل. يا الله توفيق. أنت تدري وش المشكلة؟ تأجيل عندك، لا تأجل. لا لا ماني مأجل، بس أنا بحطه يا أخي يوم 21 خلاص. أنا ترى مكلم فيه قبل أسبوع. بس ترى 21 طويل، كم يبي لك؟ أسبوعين. اليوم 6، ما أدري 6 ولا 7 اليوم. يبي لك أسبوعين. أسبوعين تقريبا. أسبوعين. بعد الإبراهيم الثاني. الثاني والثالث. بعد الإبراهيم الثالث إن شاء الله. ترى مو سهل، والله مرات تحس إنك أنت منت كذا تطلع ضدك. شوف أسئلة إبراهيم شفتها من الدورات. يعني بعدين شوف شوف نظام الدورات كيف، نظام الاسئله شفتها كيف؟ مثلا هذا سؤال على 300، الوقت 60 ثانيه، السؤالين مع بعض يعطيك، واحد على 300 وواحد على 400. في خيارات ب 300، الثاني ب 400، حلو؟ طيب الثاني اقدر اخذ خيارات؟ لا. طيب حلو؟ الاول يبدا 300 ينقص الوقت وتنقص قيمه السؤال، تصير مثلا 200 250، احيانا تجي تجاوب مثلا تلقى 50 نقطه بس بالسؤال. في حالاتها انك تكون مذاكر مباشره، اول ما مثلا في مثلا محسن جاوب على واحد تقريبا اخذ عليه 280 اول ثواني، رياضه الهايكنج مباشره صعود الجبال اخذ عليه 280 نقطه مباشره. الثانيه اذا حولت القوه الثانيه، القوه الثانيه ما سمعت عيد ما ادري وشو، يضيع الوقت. فحاول انه يكون تركيزك مع على مين؟ على معلوماتك انت. يعني لو جبت سؤالين بس مع بعض، سؤالين مباشره مثلا اخذت 700. الحين دوره تمس كتبت انت؟ كتبت والله. ها؟ كل صغير وكبير اكتب. اي بالله اكتب الدورات، لانه انا لا لا ابد ما عندك مشكله. على ما صح صح اجي اكتب منكم شو اسمه. حتى الدورات القديمه كلها بلخصها من الشباب وبشوف كنظام، بس في بعض الحاجات مثلا الشباب القديم ما كتبوها. ما كتبوها بالمره، قال لك يعني كسوالف عاديه الدكتور قالها. برضه محاسبه من ابراهيم. في بعدين سؤال ثاني، السؤال الثاني ماذا كان يقصد مثلا الدكتور بكذا كذا. يقول لك ما تجي انت معلومه عندك، بس ما تجيب المعلومه اللي عندك. ابغى نفس ما اعطاك الدكتور. والله شلون يقسم بالله في سؤال جانا، تذكر الدكتور ايوب الايوب يوم جانا اللي قال القصه لولده ولا ايوه ما والله خربط السؤال هذا، والله صعب والله ما ادري ايش حله. طيب في حذف اجابات؟ في حذف اجابه. طيب اذا شوف في خيارات حذف اجابه. حذف كم ياخذ؟ كم يخصم؟ كله سري. حذف اجابه، القوة الثانية تدري وين يحطونهم؟ بالعزل. بعد في خصم على القوة؟ ما تسمع، اي القوة الثانية في خصم عليها. يخصم مثلا قيمة السؤال 300 ما تدري، يمكن يخصم 100، يمكن يخصم 50، يمكن المشاهدين يشوفون بس أنت ما تشوف. القوة الثانية في عليها خصم، حذف اجابة في عليها خصم، في اتصال للجمهور، تحول للجمهور. الجمهور يتصل ما يقول أبغى لعبد المجيد مثلا، مثلا عندك 6 على المنصة صح؟ مو شرط يجي لك أنت. بالكنترول يقول مثلا أبغاها لا والله أبغاها لإسماعيل، يطلع يجاوب ويرجع النقاط لمين؟ لإسماعيل. تقدر انك ما تجاوب، ما في سالب، ما في مثلا بالسالب نفس القوة الثانية. طيب اذا جت الجوهرة الذهبية كم عليها؟ هي شوف الخذها سالفة الكاتم ذهبية ولا ماسية؟ ما ذهبية. ذهبية 400 الظاهر. 41 و 700. 700 700 مع القحطاني. بس احلى ما بها مميزاته ترى. الجوهرة؟ ايوه. اي مثل مع صالح الحين ما شاء الله مريح. ما هم ابراهيم ولا شيء. لانه مع هذه.
كان بيدخل مستاهل والله تعب صار مستاهل أمور كان مثلا بيحط الجوهرة ويرجع قلت له خليك يا أخي في البرايم خليك خذ نقاط ورجع ولو اضطريت أنك مثلا ما جمعت نقاط معك الجوهرة تقدر ترجع مباشرة حركته حلوة والله هذه حركتها حلوة الجوهرة والله تريح بس أنه يبي له تصويت إيه إنه مني بالله يخوف والله شوف توتر شباب كل مكان متوترين ولو أنت مثلا من نفسك ما عليك لهذا على أخوياك اللي طلعوا ما يشوفوا وجيههم حالتهم حالة إيه تدري ليش لأن الصدمة الكل الحين هنا يحسب سعد ما هو برايم سعد دوسري ما يسمعك أفك شباك شو خليش تعال تعال عندك شيء تعال تك يا رجل الكل يحس ما هو برايم عرفت فينصدم فجأة انه برايم اي والله اي واحد تسأل يقول لك انا ماني برايم تتسبح يلا عوافي هو انت تعال تك ريح ظهرك شوي انت من الصبح قاعد تطبخ لنا جزاك الله خير قواك الله كارب الفلفل انت هنا وين برا انا والله بغيت اطلع قالوا لي اصبر شوي فيصل بعد تعب والله منو فيصل من قرب ايش فيه ما ادري يقول تعبان شوف ايش كنا نقول ابي سالفتك انت محمد ما تمت سالفتك انت محمد لديك حق تمس لا ان شاء الله اللي بعد العشاء ان شاء الله يردنا علي نشوف حولها اتصال 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 تعال بقول لك انت في البرايم ايش رايك بالتحويل الاتصال بالبرايم يوم يقولون لك حول اتصال اتصال ما فيها تعال استريح استريح نظام متحمس خليني استريح استريح يا شيخ ابغى استريح ايش تقول ايش فيه ها يوم متحمس انت ايه حول 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 اتصال 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 ترى اتصال اتصال ممكن نضر محسن تدري ليش محسن مثلا الشباب ما شاء الله كل كانوا على هذا عندهم جماهير قويه اتوقع الا محسن فإن حول اتصال ممكن سؤال راح واحد ثاني طبعاً كلهم يستاهلون لكن الحمد لله على كل حال يا رجل أدري يا ابن الحلال أنا تدري والله العظيم لما بقى محسن ومحسن ومعاذ توقعت إنه محسن هو اللي بيطلع النقاط أقل سبحان الله لا لا أنا أعرف الاتصال والمكتوب